السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة علوم حياة الأرض. حصة اليوم غادي نتناول من خلالها جميع التعاريف المهمة في الجيولوجيا اللي ما يمكنش الواحد التلميذ يفهم الدروس أو الملخصات ديال الجيولوجي دون الإلمام بهذه التعاريف. هو تعريف غلاف صخري. غلاف صخري أشنو المقصود به؟ هو جزء من الرداء العلوي والقشرة، سمكه يتراوح بين 70 كيلومتر و 120 كيلومتر. ليتوسفير سي اون بارتي كي فورمي بارتي دو لا تير فورمي بار اون بارتي دو مونبو بلس اون كروت. هنا تميزو جوج الانواع ديال الغلاف الصخري. كاين غلاف صخري محيطي وكاين غلاف صخري قاري. شنو هو الفرق بيناتهم؟ الغلاف الصخري المحيطي قشرة محيطية، وبالنسبة للغلاف الصخري القاري نجد قشرة قارية، بحال كيف عندنا هنا في هذا الرسم. هذا عندنا الأسنوسفير، عندنا الرداء العلوي باللون الأخضر ثم اللون الأبيض. على اليسار ديالنا لدينا غلاف قشرة محيطية، بالتالي نتحدث عن غلاف صخري محيطي. إذن لدينا قشرة محيطية ثم رداء، هنا غلاف صخري محيطي. ثم كذلك لدينا قشرة قارية ورداء، نتحدث عن غلاف صخري قاري. نميز كذلك أجزاء من هذا الغلاف الصخري تكون محصورة بين التروة المحيطية والمنطقة التمر والفوالق المحولة. نتحدث عن الصفائح. إذا الصفيحة هي قطعة من الغلاف الصخري تتميز بوجود ثلاث أنواع من الحدود. لدينا دروة محيطية، ثم كذلك بالإضافة إلى فوالق محولة، ثم منطقة التمر. لي بلاك سو سون دي فراغمون دو لا ليتوسفير caractérisé par la présence de trois types de frontières, zone de subduction, dorsale océanique et les failles transformantes. إذا بالنسبة للتعريف الخاص بالليتوسفير، الليتوسفير est formée par une partie du manteau supérieur plus une croûte. On distingue deux types de lithosphère, lithosphère océanique et lithosphère continentale. La lithosphère océanique contient une croûte océanique plus une partie du manteau supérieur. La lithosphère continentale contient une croûte continentale plus une partie du manteau supérieur. Tamr. Tamr. Ghilaz, ghilaf sakhri, taht ghilaf sakhri, akha. La subduction et l'enfouissement d'une lithosphère sont une autre lithosphère. En général, il s'agit d'une lithosphère océanique, plus dense que la lithosphère continentale. La dernière phrase est telle, d'ahirat, al-tamr. Ghiraz, qishra muhitiya. Qishra muhitiya, la tahaddat fa hadha al-rasm hadha bikhusus fa hadha al-hala an tamr dam muhiti. Thumma nabi'at al-ta'rif al-muwali. طفو. إذا طفو ما هو صعود غلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري قاري، اللي هو الضد ديال التمر. بالفرنسية أوبديكسيون سي لو شوفوشمون دي لتوسفير أوسيانيك سيغ إن لتوسفير كونتينونتال. إصطدام. ظاهرة الاصطدام هي التي تعطينا سلاسل الاصطدام. إذا الظاهرة الجيولوجية المسمى الاصطدام، أشنو هو التعريف ديالها؟ تصادم وتجاوب بين كتلتين قاريتين. إذا كنقول اصطدام راه عندنا تجاوب بين كتلتين قاريتين، بالفرنسية كوليزيون. كوليزيون سي لافرونتمون اونتر دو بلوك كونتينونتو. عندنا هنا في هذا الرسم هذا عندنا مجال قاري، ثم مجال قاري آخر باللون الأزرق عندنا المجال المحيطي.
تقارب ثم اصطدام الكتلتين القاريتين. فالق هو كسر يكون مصحوب بحركة نسبية للكتلة الصخرية المشطورة، تنميز فالق معكوس الذي ينشأ تحت تأثير قوى انضغاطية. غادي نقولوا هو كسر يكون مصحوب بحركة نسبية للكتلة الصخرية المشطورة، ويتميز ب كون الطبقات تغطي بعضها البعض. Une faille, c'est une cassure suivie d'un mouvement relatif du bloc cassé. Faille inverse, il prend naissance à la suite du mouvement de compression, mouvement tectonique de compression. On va dire que nous, le tarif d'Yenna. Sur le rasme d'Yenna, on a le raccourcissement, l'extension, idem. هذا الرسم هذا الذي عندنا على اليسار الفالق اللي هو الكسر، عندنا الحركات ديال هاد الطبقات هذه سديمة اللي هي نبض شقيهاج، مجموعة صخرية زحفت بعيدا عن مكان نشأتها. هنا عندنا السديمة اللي هي هاد الطبقات باللون الأزرق اللي زحفت من هنا، انتقلت من هنا وبقى هاد الجزء منها. La nappe de charriage, c'est un ensemble de roches qui ont maigri loin de la région où elles ont été formées. Tarakoub. Chevauchement. Tarakoub. Fa'alak makous yubdi la roukou jusqu'au tabaka, fok le jusqu'au akha. Halena. 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 Tarakoub. Les voies chevauchement. Suite aux forces compressives. Il va y avoir un chevauchement d'une partie d'une couche sur l'autre partie. Le métamorphisme, trief, tekibli, dani, ou le binyawi, le soukho, ou yafiha, la salva. Idan, anana, mital, adiskhara, rousoubi, yakafia, juste ma'adim, a, ou p, radin, chichlou. والتفاعل بين A و B في الأخير غادي تختفي B و تخصي تبقى مع A. إذن تحت تأثير الضغط والحرارة أو الضغط فقط تحدث تفاعل، وبالتالي تختفي معادن وتظهر معادن. وتتلاحظوا هنا أن الصخور هي في حالة صلبة، ما مريناش بالحالة السائلة. إذن الضغط ولا الحرارة تؤدي إلى حدوث تفاعلات بين المعادن، تؤدي إلى ظهور معادن وارتفاع أخرى، ثم كذلك البنية تتغير. Le métamorphisme, c'est un changement qui touche surtout la structure et la composition minérale du roche à l'état solide. Madame Tchir, ou madame Yadoul Ula, le Harara ou Tart Saïden, et Natchki, Sharam Tahouila. Madame Adin Tchira, qui est dans le distin, qui est le Bijadi, et Yadoul Ula Tart, le nom Titkounou, fait Tart. وحرارة معينين، بالتالي لقيناهم في واحد الصخرة شنو هو الدور ديالهم؟ غادي يقولوا لنا بدي راه تشكلات هاد الصخرة في ضغط كذا وحرارة كذا. إذا الدور ديالهم تيساعدونا باش نتعرفوا على ظروف تشكيل صخرة متحولة. منغال عندك سيت منغال كي نو بيغمي كي نو بيغمي de déterminer la température et la pression régnante au cours de la formation d'une roche métamorphique. Parmi les exemples, on a le distère et grenat qui nous indiquent qu'il y a une haute pression lors de la formation de la roche qui contient ces minéraux. Silsila tahawuliya, mjmou' as-suhunat al-munbatiqa nafs as-sakhra al-um. شنا هو المقصود بالسحنة؟ أولا السحنة هو مجال استقرار مجموعة معدنية، بحال هنا عندك الشيس الأخضر. شنو المقصود بهذا الشيس الأخضر؟ هو هذا المجال هذا. راه هنا في نيبيان عندنا واحد المحور ديال الأراتيف في الضغط، عندنا مجال ديال الضغط بي دو، وهنا بي أ، وهنا في محور الأفاصيل عندنا تي أ، هي عندنا هنا، وهنا تي دو. إذا هذا المجال يسمى الشيس الأخضر، تسمى السحنة. وهذا الشيس الأخضر والشيس الأزرق والكلوجيت
هاد مجموع السحولات تجاوب نفس الصخره اللي هي البازالت. اذا تحدث عن سلسله تحويليه، والسحنه اللي هي الفصيص المتمورفيك. نعيد، متتاليه تحويليه سيكونس متمورفيك، مجموعه صخور متحوله منحدره من الصخره. بحال هنا عندنا صخره روسوبيا اللي هي الطين بينيت، عطاتنا شيست ميكاشيست الكنايس، تحدث كتير ارتفاع عوامل تحول الضغط ودرجة الحرارة. إذا الكنايس مع الميكاشيست مع الشيست تسمى متتالية تحولية. إذا كاع هاد الصخور هادو، لا الشيست لا الميكاشيست لا الكنايس، تيشكلو متتالية تحولية، لأن الأصل ديالهم هو هاد البيليت هذا اللي عندنا هنا. لما بقى لي الآن إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله لتتمة تعريف ديال الجيولوجي، باش تدخلوا إن شاء الله في الملخصات ديال الجيولوجي المتعلقة بالسلاسل الجبلية ثم التحول والتشوهات التكتونية والجرانيتية. إلى اللقاء.